يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الاتصال على الخط الذي يبدأ ب700 إذا كان البرنامج برنامج فتاوى؟ يعني إذا كان مقصود منه الاستغلال وأخذ أموال الناس ولا تستعمله. نعم، يعني بعضهم يتخذ هذه الأرقام لكسب أموال الناس وأجور المكالمات لا رغبة في نشر العلم والدعوة إلى الله. نعم. ثم أيضا ما نوع هذه الفتاوى؟ الفتاوى الآن صارت يعني يدخلها من لا يحسن، يدخلها من هو من أهل الضلال، يدخلها الجهال. لازم تعرف من هو هذا المفتي وما درجته من العلم والتقوى والورع والثقة. مو كل الفتاوى يفتح عليها وتؤخذ. نعم.